السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد من قناه حلويات وملحات. كنتمنى دائما تكونوا بألف خير وعلى خير. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا مع بعض طريقه عمل خبز بالحليب. هادشي جدا كيجينا رطب بزاف لذيذ وكيجينا مورق كذلك، يصلح لنا كالفطور ديال الصباح وكذلك الوليدات يديوه معاهم المدرسه، فهي وصفه جدا سهله وبسيطه. نمر الان مع المقادير وطريقه التحضير. فبسم الله على بركة الله، في إناء غادي نوضع فيه 250 مليلتر من الحليب يكون دافي. غادي نضيف عليه 3 ديال المعالق كبارين من السكر ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية. غادي نحرك هاد العناصر هادو مع بعضيتهم جيدا، ثم غادي نغطي هاد الخليط بالبلاستيك الغذائي وغادي نخلي هاد الخميرة هادي كتفاعل حتى يتضاعف الحجم ديالها. من بعد ما كتفاعل وكتخمر لي كنعاود نخلطها وكنزلها هكا شي شويه. من بعد غادي نضيف بيضه كامله تكون متوسطه الحجم ومعلقه صغيره من الملح، نضيفوا الملحه وغادي نحرك من جديد، نحلو داك البيضه في الحليب حتى تخلطنا هكا مزيان. من بعد غادي نضيف نص كيلو من الدقيق الابيض جميع الاستعمالات. غادي ناخذ 500 غرام من الفرس ونضيفوه، وكناخذ هاد المقادير هادو غادي نعجنهم انا هنايا في العجانه. بالنسبه للاخوات اللي ما عندهمش العجانه او اللي باغيين يعجنوا بيديهم فكتبعوا نفس المراحل اللي درنا. من بعد كتضيفوا الدقيق وكتبداو تجمعوا العجينه ديالكم مزيان بيديكم. وهنايا ضروري تدلكوها واحد شويه، انا كاع جميع انواع الخبز والبريوش كنفضل بانني ندلكهم، ما كاينش محسن من الخبز كيكون مدلوك مزيان. فكيف ما شفتو كنجمع العجينه ديالي مزيان وكتدلك، كنخليها تدلك واحد شويه يعني ماشي بزاف عاوتاني، المهم تقريبا واحد 10 ديال الدقائق. من بعد غادي نضيف لها 50 غرام من الزبده ما يعادل 2 معالق كبارين. الزبده تكون بحراره المطبخ، او ممكن الا ما عندكمش الزبده تستعملوا المارغرين حتى هي تصلح في هذه الوصفه هذه، غير هي ضروري تكون بدرجه حراره الغرفه يعني ما تكونش بارده عندنا بزاف. نرجع نخلط مزيان هاد العجينه هادي حتى تشرب لنا داك الزبده، ونشوف بان داك الزبده دخلت مزيان في هاد العجينه، ومره مره نهبط داك الجوانب باش هكا نتاكد بان العجينه ديالي تعجنات لي مزيان. فصافي من بعد ما غادي نعجنها مزيان غادي ناخدها كيف ما شفتوا راه تتكون خفيفه، يعني راه ما تتكونش عجينه ثقيله، يعني كيكون هاد العجين هذا كيتلصق باليد، يعني كتكون عندنا عجينه خفيفه. من بعد كناخذها وكندهنها بشويش ديال الزيت وكنخليها في الاناء نيت فين عجنتها فيها، وكنغطيها بالبلاستيك الغذائي وكنخليها كتخمر حتى كيتضاعف لي الحجم ديالها مزيان. فهنايا من بعد ما خمرات لي داك العجينه وتضاعف الحجم ديالها هكا كترجع لنا انت تنفخنا مزيان مزيان. هنايا غادي نحاول فقط انني نهبط لها داك الخميره، ما غاديش نعجنوها، ما نعاودوش نعجنوها ولا ندلكوها، فقط غادي نحاول هكا نضربها شي شويه باش تهبط لي داك الخميره. وكناخذها كنحطها فوق سطح العمل، كيف ما شفتوا ما غادي نعجنها ما والو، غادي نستعنوا بشويش ديال الدقيق كيف ما قلت لكم لان العجينه عندي خفيفه وتتلصق غير بالقليل فقط، ما غاديش نحتاجوا كميه كثيره ديال الدقيق. فصافي غادي نحاول هكا ناخذها ما نعجنوها ما حتى حاجه، وغادي نحاول نقسمها لتسعود ديال القطع. فانا هنايا باش داك الخبز يجيني متقاد يعني تقيده وحده، خديت الميزان ودرت كل قطعه فيها تقريبا 100 غرام. هنايا الا ما عندكمش الميزان ماشي مشكل، يعني ممكن ديروا عينكم ميزانكم، وكذلك ممكن الا بغيتوا القطع ديالكم ديال الخبز ما يجيوش كبارين ممكن ديروا في كل قطعه فقط 50 غرام او 60 غرام، يعني تيبقى داكشي على حسب الرغبه ديالكم نتوما. من بعد كناخذ كل قطعه كيف ما سبق لي وقلت لكم ما تعجنوها ما حتى حاجه، خليوها كيف ما هي وطلقوها شويش بالمدلك ولويوها حول نفسها كيف ما كتلاحظوا في الفيديو. يعني كناخذ داك القطعه كنستعمل بشويش ديال الدقيق باش ما تلصقليش وكنلويها حول نفسها، اولا كنلفها حول نفسها بهذا الشكل هذا. هي طريقه جدا سهله، وهاد العمليه هذه كتخلي لنا من بعد البريوش او هذا الخبز هذا كيجينا مورق وفتي بزاف وكيزيد يتنفخ. صافي كنبقى كنكمل بنفس الطريقه حتى كنسالي تشكيل جميع العجين. من بعد كناخذه وكنوضعه في اناء اولا في مول اللي غادي يدخلنا الفران،
وهنا ممكن ديرو يا اما بشكل فردي او لا بشكل جماعي كيف ما درت انا. فانا كنت درت له داك الشكل من بعد كنت بدلت الشكل ما عجبنيش فكنخليوه كنعطيوه البلاستيك الغذائي وكنخليوه حتى كيخمر. هنا باش غادي ندهن هذا الخبز هذا غادي نحتاجوا البيضه قطرات من الخل ومعلقه كبيره من الحليب غادي نطربهم مزيان مع بعضياتهم ومن بعد ما تيخمروا لي داك الخبيزات كناخذ هذا الخليط هذا وكنبدا كندهن داك الخبز ديالي بشويه يعني غير بشويه بشويه على حقاش عندي منفوخ مزيان. فإلا دهنتو بالجهد ممكن يهبط لي وما غاديش تنجح لي الوصفه وما غاديش يجيني داك الخبز منفوخ ومفشفش من الداخل. واللي ما بغاتش تستعمل البيض فممكن دهنهم فقط بالحليب او ممكن تزيد مع الحليب معلقه صغيره من السكر. فكندخلهم الفران مسخن على درجه حراره 180 حتى 190 درجه كنخليهم تقريبا 25 دقيقه حتى كينضجوا وكياخذوا لنا اللون المحمر الزويون هذا المذهب هذا. صافي كنخرجوهم من الفران كنوضعوهم فوق شبيكه وكنخليهم حتى كيبردوا. هذا هو الشكل ديالهم بعد ما خرجونا من الفران كيجيو زوينين بزاف كيجيو مورقين من الداخل كيجيو رائعين كيف ما شفتوا كيجيو قطنيين بزاف. فكيف ما قلت لكم هذه الوصفه هذه ممكن نحضروها للفطور ديال الصباح او للكوتي كذلك هكا اللي كيكون خدام يدي معاه للخدمه للفطور ديال الصباح او للوليدات المدرسه. كيف ما شفتوا راهم تيجيو مورقين مزيان كيجيونا هشاشين بزاف بزاف. فكنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه هذه وتجربوها لوليداتكم فعلا تيجي ولداتين وغادي يعجبهم بزاف. وانا هنا كنت غادي نوجد نيت لولدي باش غادي يديه معاهم للمدرسه كناخذ داك الخبيزه وكندهنها بشويه ديال النوتيلا ممكن كذلك ديروا فيها لاداند فومي ولا الفروماج لحقاش كتصلح للملح والحلو. فكناخذها وكنديرها له هكا في داك الاناء اللي تيدي فيه للمدرسه كنزيد معاها واحد القريعه من الياغورت السائل وصافي كيديها معاه للمدرسه وتكون هذه هي فطورو ديال الصباح. خلاص كيكون كيفطر قبل من المدرسه هذه كيديوها معاهم. فكنتمنى ان هذا الفيديو هذا ديال نهار اليوم ينال اعجابكم والوصفه كذلك تنال اعجابكم. الى عجبوكم خليوا لي لايك واشتركوا بالقناه باش دائما توصلوا بجديد الوصفات وبارطاجيو الفيديو مع اصدقائكم. شكرا لكم بزاف على حسن المتابعه نشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. دمتم في رعايه الرحمن والسلام عليكم ورحمه الله.